دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا والأولادنا. وهنا بجانب متعة اللعب في شيء آخر مفيد جدا، وهو الرقي بعقولنا، لأننا هنذاكر ونفكر ونطور. هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة، وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا. الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينكس وماك، وانتوا هتلاحظوا في السلسلة ان انا عادي ممكن اشتغل معاكم على اي نظام بنفس اللغة. ممكن كمان لو اولادنا عندهم 9 سنوات فيما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده، بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة. ده غير كمان ان برمجة الالعاب بتشغل التفكير وتنميه، وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا، وهنسهل كمان اكتر في الشرح. بس في حاجة لازم ننتبه ليها كويس، لازم نذاكر بالترتيب، نذاكر بالترتيب. يعني اول درس في السلسلة، بعد كده تاني درس في السلسلة، بعد كده تالت درس في السلسلة، وهكذا. وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل. يعني مثلا ممكن اظبط ليك ملف في اول السلسلة ونفضل نشتغل بيه. لو انت مثلا شفت الحلقة رقم 5 وجيت تطبق وراها هتعمل ايرور، لانك ما شفتش ضبط الملف ده في الاول. فلازم نعرف ان تسلسل الشرح تسهيل لينا من الاساس. اما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقائمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها، اي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهنفتح مع بعض برنامج رينج نوت باد اللي احنا بنشتغل عليه، واللي معمول اساسا بلغة الرينج. وهنجيب المكتبة بتاعتنا، دي اخر حاجة وصلنا ليها، ودي كانت اخر تجربة، كان رسم الخطوط بفضل الله، بس بناء على المكتبة. احنا خلاص موضوع شرح رسم الخطوط ده تخطيناه بفضل الله، تمام. دلوقتي هنحذف ده كده ونخلي السطرين دول، انا عارف ان هما 3 جمل، سطرين يعني، دي جملة الاولى ودي الجملة التانية ودي الجملة التالتة. ما علينا، هي الحاجة الوحيدة اللي احنا مثبتينها اللي هي الايه؟ الخلفية بتاعتنا. ماشي الكلام؟ ماشي. عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عاوزين نفتح المحاضرات بتاعتنا. فانا هنا بحط المحاضرات بفضل الله، لان اللي انت بتذاكره وبتدرسه مرجع ليك بترجع له، نسيت حاجة، بتعمل حاجة، بتطور حاجة الى اخره. ماشي. طيب احنا عايزين السيركل، كنا رسمناها فين السيركل؟ هنا الريكتانجل، هنا السيركل اهي، تمام. في المحاضرة 15 هاجي هنا في المكتبة بتاعتنا وهنزل تحت خالص اهو، تمام. و هاخد الجيت راوند ريكت، هاخد الجيت راوند ريكت، لا هاخد الريكت، هات الريكت، هات الريكت كده كوبي. ماشي اوكي. ونعمل ايه؟ ننزل تحت ونحطها بيست زي ما هي، هتبقى جيت سيركل، جيت سيركل. حلو. وده سيركل كاونت، سيركل كاونت، سيركل كاونت، وهنا سيركل كاونت، وهنا سيركل كاونت، سيركل كذا، سيركل واحد، سيركل اتنين الى اخره. ماشي. طيب تمام كده، بسم الله. عشان ما ننساش نخلي جلوبال فوق. السيركل كاونت بيساوي 0. ننزل تحت تاني ونيجي هنا نغير بقى شغلنا للايه؟ للسيركل. تمام.
بالنسبة للسيركل على ما أتذكر كان بياخد النقطة، نقطة المركز والريديوس، صح كده؟ على ما أتذكر يعني، واللون والستروك ده لو أنا هرسم، لكن أنا ما برسمش، أنا بعبي بعب فيلد ماشي؟ أن هو الفيلد ده أساسا يعني هو إيه؟ هو الأساس بصراحة. يعني إيه؟ يعني هو الحاجة اللي أنت بتعملها، فبتلاقي إيه؟ بتلاقيها قدامك كده، جسم كامل على بعضيه، واخدين بالكم؟ بس ممكن نفكر في تطوير امور اخرى بعد كده ان شاء الله يعني، بس واحده 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 واحده، عشان ايه الدماغ ما تزدحمش يعني. فخلونا ايه نكمل بس زي ما احنا كده. انا عايز الفيلد سيركل، الفيلد سيركل هاخد اي واحده منهم كوبي، وهاجي هنا في المكتبه هحطها بيست هنا، اكس واي. هنا انا مش محتاج الويدث ولا الهايت، اوكي؟ طيب امال انا محتاج ايه بقى؟ محتاج ايه هنا؟ مش محتاج انا دول، انا محتاج radius، محتاج ان radius، radius ماشي، وهسجله هنا. هاجي هنا اقول له اد اتريبيوت كده سيلف كوما radius فقط، وهنا هقول له الradius بتساوي ال n radius المبعوثة بس، بحيث اني انا احط له هنا الريديوس كده. اللون اهو، اللون اهو، نشيل ده ونحط مكانه الايه اللون بس، احذف ده بقى، ده السيركل. عملنا السيركل نقطة مركز وريديوس ولون بس، ادي الايه السيركل. الويتس والهايت دول انا شلتهم من البارامترز، فهشيلهم كمان منين؟ هشيلهم من هنا، ولا اديهم الراديوس؟ اديهم الراديوس وخلاص. راديوس نص القطر، لا اديهم الراديوس في اتنين. محتار بصراحة. طيب لو انا، معلش معلش استحملوني، معلش انا اسف استحملوني. احنا رسمنا المستطيل في الـ14. ايوه بصوا، هاتوا لي الريكتانجل ده معلش، حطه هنا في المكتبة. حطه هنا بعد اذنكم. خلاص هديله، هديله ايه؟ بص اصل هو لو بالمعروف ان هو نصف القطر، يبقى لو انا قلت له 50 يعني معنى كده ان عرضها هيكون 100 مش 50، فاهمني؟ وطولها هيكون 100 مش 50، فاهمني؟ انا عايز اكد المعلومة عندي من ناحية الاليجرو. انا طبعا رينج حاجه رهيبه جدا وجميله جدا، انها مدعملنا الاريجلو جوه الاليجرو جواها. بسم الله. خلينا نعمل ايه هنا؟ هخلي دي ب 500 ودي ب 500 ريكتانجل. انا هحذفه بس انا بجرب بس. 500 زائد 50، وهنا 500 زائد 50، وهنا اي لون مش فارق معايا. درو لا فيل، شيل الاستروك ده خلاص كده. انا بس عايز اشوف حاجه في دماغي، انا عايز اشوف او ممكن اكس واي
اي حاجة. ماشي خلاص ماشي. عايز اجرب انا بقى الجيت سيركل دي، معلش التجربة سابقة الاونة لان انا لسه ما عملتش النيو، بس خلينا ايه نجرب كده. نقول سيركل سيركل 1 بتساوي جيت جيت سيركل سيركل، ابعدها 150 150، اديها 50 بس 50 بس ماشي، و تعمل ايه في اللون ايه ال اي لون ايه ال اندرسكور ماب اندرسكور ار جي بي احمر 255 00 بس، وضيفها اد اوبج لمين سيركل سيركل 1. سيف شغل فين فيلد فيلد كان اسمها ايه يا عمي درو فيلد، اه درو فيلد ماشي درو فيلد خلاص، هي اليجرو مسمياتها كده اهي، ولا تزعل نفسك. تعال هنا شغل يلا، واضح جدا صح؟ عايزينه نخليه واضح اكتر بقى، طلعه فوق فين هو، واضح قوي انها ان الريدياس نصف القطر هنا، يعني واضح قوي ان الخمسين صغيره جنب الدايره صح ولا لا؟ بصوا خلوا خلوا الواي تبقى 100 ولا حاجه، وتعالوا هنا لا 100 في الاثنين بقى يا عم احمد الله يكرمك، هنا الواي 100 وهنا الواي 100. انا هحذف كل ده يا جماعه، هحذفه كله انا بجرب بس، اهو واضح. يعني معنى كده ان لو انا خليت المربع ده اللي انا بجرب بيه الريكتانجل ده، لو خليته لو خليته 100 و100 هيبقى قد الدايره، يبقى انا صح. عشان نحسب الويتس والهايت صح، اهو بصوا اهو قريب قوي منه، اهو قريب من حجمه مع احتساب الدايره، طبعا الدايره متاكل منها اجزاء كتير. خلاص كده كده انا جربت خلاص، اطمنت للراديوس. اعمل ايه بقى؟ ارجع هنا احذف ده كده وخلاص، نصف القطر في 2 وهنا نصف القطر في ايه؟ في 2. ماشي ماشي اهو شغل بقى اهو، دي كده الدايره خلاص احنا جربناها. لو انا جيت وقلت اطبع فاين اطبع اطبع فايند سيركل 1 دوت نيم، اطبع لي الويتس بتاعها، انا مديها راديوس ب 50 طلعت لي 100، خدتوا بالكم؟ حلو قوي، يبقى انا كده حسبتها صح بفضل الله. تمام، فاضل لنا بقى اختها، ناخد دي هي هي كوبي، وهاجي هنا احطها بيست، هتبقى نيو ريكت. هتعمل ايه النيو ريكت؟ هتعمل ايه النيو ريكت؟ او جيم دوت اد اوبج لمين؟ لدي من غير فانك طبعا لما ده عليها، وهنا زود الاو جيم كوما بس. تعالى بقى هنا اعمل لي بقى ايه نيو سيركل سيركل نيو سيركل ماشي 300 400 400، ده نقطة المركز 50 او خليها ايه 70 اكبر منها شوية، وهنا 70 يعني 140 الطول والعرض، وهنا اللون بتاعنا هيكون AL underscore map underscore RGB 00255. سيف شغل ليس بارامتر النقطة لين اللون البارامتر دي صح 0.0.255، كان عايز نسيت لا ما نسيتش، ما هو اه يا عم الاو جيم برضه، الاو جيم ده كل شويه بنساه، اوكي
سيف شغل اهي بفضل الله، احنا كده بنزود من مهاراتنا وبننمي المكتبة بتاعتنا اكتر. ويا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.